اليوم محطتنا الأخيرة سلمى ضمن فعاليات مهرجان القلعة بالوادي بمحافظة حمص. عادت أنشطة النادي الشراعي السوري بأول أنشطته بمشاركة 26 طيار أجنبي وصلوا لسوريا للمشاركة بالمهرجان. زينت سماء محافظة حمص بألوان مظلات الطيران الشراعي. نتعرف أكثر على مهرجان الطيران الشراعي وعن العودة والأنشطة. معنا عبر السكايب المهندس طيار طارق سعدة مدير نادي الطيران الشراعي السوري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على الشاشه الاخباريه السوريه. صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه المهندس طارق، اول شيء بدنا نقول يعني مبروك رجعت المشاركه طبعا نادي الطيران الشراعي بمثل هاي الفعاليات. خلينا نحكي عن عوده النادي لمزاوله خلينا نقول نشاطاته بسوريا، وخصوصا بعد ما انقطع خلال سنوات الحرب. الحقيقه اليوم نحن تشبهنا بولاده جديده لاعمال النادي بسوريا، وخصوصا ان نحن فعلا انقطعنا من بعد 2012، ولتقريبا من سنتين شاركنا مشاركه خجوله جدا في معرض دمشق الدولي الدوره 61 في عدد قليل من الطيارين. طبعا كانوا فرنسيين معنا من النادي الفرنسي، وحاليا نحن مشاركين بفعاليه اسمها فعاليه الطيران الشراعي ضمن مهرجان القلعه والوادي. العدد منيح 31 طيار من 6 دول، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، العراق، ولبنان، ومصر. بالاضافه للشباب اللي صار لهم فعلا صار لهم اكثر من 3 سنين عم يتدربوا والحضروا لهي الفعاليه اللي كنا ما منا عارفين اساسا انه ممكن تكون بسوريا او ممكن تكون بمكان ثاني، واللي هن الشباب اللي معنا اعضاء بالنادي الطيارين السوريين اللي موجودين حاليا على الارض بمنطقه الالعاب. طيب خلينا نحكي، يمكن لنا بعد انقطاع سنوات من الحرب مشاركة، وهي السنة المشاركة مختلفة، عم نشوف مشاركة من دول أجنبية ومشاركة أكثر قوة. خلينا نحكي عن أهمية المشاركة اليوم والاستمرار ضمن نادي الشراعي السوري. يمكن أنتم ضمن كل الظروف كنتوا عم تتحدوا حالكم، تتحدوا الظروف لا تشتركوا اليوم ضمن هي الإمكانيات. صدقيني ما يعني التحدي كان كثير كبير، كان في طلب وتوجيه من كثير جهات انه لا تنزلوا وخطر وما له امان. بس انا بشكر كل الطيارين اللي شاركت معي، بشكرهم من كل قلبي لانهم وثقوا فيني ووثقوا بالنادي ووثقوا بسوريا انه رح تقدم لهم الامان، رح تقدم لهم المجال الجوي اللي كثير مناسب والكونديشن المناسب للطيران. الحمد لله صرنا يومين عم نعمل تجارب، اليوم كان افتتاح الفعاليه. برجع بقول لك العدد كان كثير جيد للمشاركين، كان في صعوبات كثير باقناع العالم صراحه لانه تنزل على سوريا، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله تنزل على سوريا وتحلق بسماء سوريا، هون الرساله الاقوى والاجمل فينا نقول. لكن الفكره انه الكل بيحب يجي يطير بسوريا. نحن كنا قبل الحرب كنا نعمل ايفنتس للطيران الشراعي بمدينه تدمر يتجاوز ال 150 طيار، عرفت كيف؟ ما كان عندنا اي مشكله. اليوم كان في صعوبه انك تجيبي 35 طيار او 40 طيار على سوريا. الاعلام كثير سيء بحقنا مع الاسف، صحيح بينقل صوره غلط. اليوم انا عندي هدف واضح وصريح انه يا جماعه سوريا بلد جيد جدا. اليوم نحن في مناطق آمنة جدا، والمناطق الثانية إن شاء الله بتكون بفترة قريبة جدا آمنة. نحن بنقدر نطير وبأمان مطلق، الدولة مأمنت لنا كل شيء. الوزارات المعنية بالقصة كانت معنا بصلاحيات مطلقة لأبعد الحدود مشان نقدر نأمن الطيارين، نأمن معداتهم اللي كان نقلها عن طريق مطار بيروت او عن طريق مطار اربيل كان كثير صعب، تمام. بس كان في تعاون كثير كبير من الطيران المدني، من الدفاع، من وزاره السياحه، من محافظه حمص مشكوره، من الشباب القائمين على مطار دمشق الدولي اللي ما قصروا ابدا بنقلها.
والهدف الرئيسي من كل هذا الحكي يا عزيزتي انه نحن السنه الجاي راح يكون في عندنا استضافه البطوله الدوليه للطيران الشناعي. يمكن استاذ طارق، ما بعرف اذا لسه الاستاذ طارق معنا عبر سكايب، يعني مثل ما شفنا نور هي رسالة كتير مهمة اليوم، مثل ما قال المهندس طارق انه كان في كتير دعاية مغرضة عبر وسائل الإعلام الخارجية عن الحالة بسوريا وعن انه ممكن يمكن انعقاد مثل هيك فعاليات. يمكن الاستاذ طارق يرجع يسمعنا مرة تانية. عم تسمعني استاذ طارق؟ انا سامعك. نعم، كنا عم نقول انه مثل ما حكيت انت بالبداية يمكن كان في كتير اعلام مغرض خارج سوريا ودعاية عن انه ما زالت سوريا غير امنة، ما حدا يجي، ما حدا يشارك بفعاليات، فكان في عندكم تجربة مهمة اللي هو مثل ما انت قلت في طيارين من دول عربية ومن دول اجنبية مشاركة. تحديدا هون بدنا نلقي الضوء بشكل اكبر وموسع عن كيفية، خليني اقول، ضم عدد من الطيارين للمشاركة إن كان من داخل سوريا، خارج سوريا، إن كان من الدول العربية أو الدول الأجنبية. نحكي عن دوركم بالتفصيل بهذا الموضوع. نادي الطيران الشناعي السوري نادي عريق جدا. نحن بنشتغل من 2007، ما صار في عندنا بالحالات بالفترة السابقة أي وعد ما قدرنا نفذه للطيارين أو أي جهد ما قدرنا نفذه للطيارين. حاليا كل الطيارين بينسقوا تماما لما طارق بيقول لهم اداره النادي بتقول لهم انه امان وما في اي مشكله وتفضلوا شوفوا بعينكم، فالحمد لله الكل واثق بهي الشغله، علما انه في كثير يعني اللي بيدخل على صفحتنا على الفيسبوك او على الانستغرام رح يشوف قديش في مضايقات وقديش في تهديدات وتحذيرات انه وين رايحين؟ انتم مجانين، انتم عم تغلطوا بحق حالكم. ومع هيك الطيارين الموجودين اليوم على الارض ناس عن جد ابضياء وعن جد بيحبوا سوريا، عن جد بيحبوا الخير لسوريا وبيحبوا انه سوريا ترجع مثل ما كانت بكل معنى الكلمه، وترجع تستضيف بطولات كثير كبيره. وهذا انا وعد مدير نادي الطيران الشناعي ومؤسس له بوعد كل الطيارين اللي امنوا بفكر طارق بموضوع الطيران انه نحن السنه الجايه بشهر 5 رح نستضيف البطوله الدوليه AI بسوريا. تمام، ورح تكون تتجاوز ال 150 طيار ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب في منطقه وادي نصارى. هذا يمكن اللي كنت اسالك عنه بالختام، وقتنا خلص وسعيدين بوجودك معنا عبر السكايب. السنه الجاي في بطوله دوليه راح يكون في تحضيرات كبيره وفي مشاركات كبيره ومهمه ومجهود كثير كبير عم تقوموا فيه خلف الكواليس. بالختام كلمه اخيره عن هي البطوله وقديش فعلا رغم كل الظروف مثل ما قلت كلنا بنحب سوريا، كلنا بنتمنى الخير لسوريا ومكملين ببلدنا الحبيب، منحلق بسماء سوريا وسماء جميع الدول، علم سوريا دائما بالعالي. ان شاء الله ان شاء الله رح يكون علم سوريا. اليوم بتحكي عن طيارين جايبين اشرعه على شكل علم سوريا رح يطيروا فيهم الساعه حوالي في 7:30 تقريبا في محيط قلعه الحصن وفوق وادي النصارى في مدينة حمص. التحضيرات للبطولة القادمة هي تحضيرات كثير كبيرة صرنا عم نشتغل عليها السنة. كان لازم أعمل هذا الإيفنت الصغير أو المتواضع ودرب الكوادر الموجودة تحت في حمص من أجل نقدر ندير ونكون على السوية العالمية للسنوات القادمة. طبعا نحن كمنظمين لاكثر من او مو منظمين، نحن كلجنه تنظيم لاكثر من مهرجان كثير كبير واهم وهي سانت هيلر بفرنسا. انا عضو لجنه تنظيم دائمه بهذا المهرجان واللي كل سنه بيستضيف نصف مليون مشاهد على الارض وحوالي 450 الف طيار. تخيلي كل سنه عندنا 450 الف طيار قادرين ننظمهم. انا اليوم عم بحلم اني احط سوريا على سلم استضافه بطولات الطيران العالميه ان شاء الله. ان شاء الله في 22 شهر 5 في مدينه حمص
وادي النصارى بعدد لا يقل عن 150 طيار مثل ما كنا بلشين 2009 او 2008. اكيد بدنا نقول لك ان شاء الله يا رب هذا الحلم بيصير حقيقه ما دام دائما في اصرار سوري باي مكان كنتوا عم تتواجدوا فيه داخل سوريا او خارجها، عم تكونوا سفراء لتحقيق الاحلام السوريه ان كان بالسماء او بالارض. بدنا نشكرك المهندس طارق الساعده الطيار ايضا ورئيس نادي الطيران الشراعي السوري، شكرا لوجودك معنا عبر سكايب. أنا بشكركم كثير، بشكر لفتكم الكريمة للإعلان عن بطولة السنة القادمة واللي هي اسمها شراع الحصن. بشكركم، بشكر التلفزيون السوري والإخبارية، بشكر جميع الكوادر اللي عم تساند وتدعم هذا الطيران الشراعي السوري في انطلاقته الجديدة هي السنة. كثير شكرا لك استاذ طارق، بنتمنى لكم التوفيق وتحيه لكل الطيارين الشراعيين اللي عم يقوموا بمجهود كثير كبير، يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير لك.